بدل ما ابدا بقصه حصلت مع حد خليني ابدا المره دي بقصه حصلت معايا انا. انا جالي من شهرين مش من بعيد فكره كويسه جدا ان احنا لما لا قدر الله حد فينا يخش حادثه يبقى في زي ابلكيشن الراجل بتاع الاسعاف بيبدا ياكسس بمعلومه بسيطه عن الراجل اللي في الحادثه ده فيعرف الراجل ده فصيله دمه عامله ازاي وتاريخه المرضي وي 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 وي. والفكره كانت تحفه لغايه ما كلمت واحد صاحبي بعد ما عملت شويه سيرش كويسين يعني مثلا بتاع ساعتين ولا حاجه صاحبي قفل الدنيا وقال لي يا باشا الفكره اصلا موجوده واهدى بالله لو انت حصل معاك زي كده ومش عارف تقيم الفكره ازاي الجديده الحمد لله على السلامه انت في المكان الصح الحمد لله على السلامه انت في اورجام. مساء الفل، انا اسمي مرام مختار بزنس ترينر اند كونسلتنت وصاحب باب المخلع. في ان انا النهارده جاي بقول لكم حاجه غلط انا الحمد لله عملتها الا وهي ان انت ساعات بيجي لك فكره كويسه بس مش عارف ازاي تقيمها. طيب مبدئيا وبدأ دي بدء في لينك انا هحطه لك فوق بتاع فيديو بيقول لك لما انت تيجي تشوف فكره جديده او فيديو او انا اسف مشروع جديد تبدا ازاي تختار فكرته. انا باكد قبل ما ابدا شرح في انك ازاي تقيم فكره جايه لك انك تفتح بزنس باكد وبناشد وبعيد الكلام ان انت لازم تكون الفكره دي في واي في ليه عندك بتعملها. هل انت كويس؟ هل عندك اكسبيرينس فيها؟ هل ده الباشن بتاعك؟ هل دي رسالتك في الحياه؟ ايا مكان انا متكلم بالتفصيل في الفيديو اللي اللينك بتاعه اتوجد فوق. بس مش ده من نقطتنا النهارده. نقطتنا النهارده ان انت قاعد مع اصحابك وجات لكم فكره كويسه او في واحد جالك بفكره جميله شافها في بلد بره كان مسافر وجاي عايز يعملها او في واحد صاحبك بقاله 10 سنين شغال في شركه وعرض ان هو عندك ان هو خلاص بقى عنده النو هاو بتاعه البيزنس ده وعايز يفتحه. ايا مكان الفكره اللي جايه لك مش من بنات افكارك ومش عندك الواي بتاعه وعايز تقيمها اذا كانت فكره كويسه ولا وحشه. ازاي؟ اولا اول حاجه انت المفروض تبدا تبص فيها اذا كانت الفكره دي موجوده ولا لا. وبالله عليك خد وقتك. يعني طبعا اللي عملته في الاول بتاع اللي هو انا قعد ساعتين ادور ده هزار. ليه هزار؟ باشا خد وقتك جدا جدا جدا. اكتب الفكره على جوجل بالانجليزي وبالعربي، اكتب الفكره على فيسبوك عشان ما تحرقش يعني فكرتك او تتسرق منها او تتسرق منك. ممكن تكتبها على الفيسبوك بشكل فيج وتسال اذا كان حد في حد عاملها او عامل حاجه شبهها ولا لا. كل دي طرق انت ممكن تبدا تعملها من سيرش محترم وتاخد وقتك في السيرش اللي جوجل اللي بقى اسهل حاجه في الدنيا او فيسبوك او النتورك بتاع اصدقائك عشان ان الفكره دي مش موجوده قبل كده. طبعا مروان ده انا دورت وفليت النت وفليت الفيسبوك وفليت التويتر وفليت جوجل وفليت كل حاجه وسالت اصحابي وسالت الغريب وسالت القريب وسالت الشيخ وسالت القسيس ومفيش موجوده الفكره دي زي الفل. تاني حاجه بقى، الناس بتعمل ايه يا معلم دلوقتي ما الفكره بتاعتك مش موجوده؟ دي سهم تاني ممكن يجي يضرب في قلبنا واحنا بنفكر في فكره موجوده فكره لسه جديده. ليه؟ ما هو خلي بالك الناس دي عايشه ومتوائمه والدنيا مش واقفه والدنيا شغاله. فمعنى انك تلاقي فكره كويسه ومش معموله معناها انها فكره جديده. طب الديماند او الطلب على فكرتك الماركت او الماركت نيد اللي على الفكره اللي حضرتك بتقولها الناس دي بتعمل ايه دلوقتي؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني اديك مثال، قبل اوبر راجل صاحب فكره اوبر كان عارف ان في مشكله. الناس بتعمل ايه؟ بيركبوا التاكسي الاصفر اللي هو على مستوى العالم اليلو كاب. ده هو عرف بالظبط الناس حاليا بتعمل ايه والطلب اللي عليه قد ايه وقال لك لا ده اليلو كاب دي الناس دي ما بتطورش في المنتج، الناس دي طريقتها مش كويسه، الناس دي سعرها غالي جدا، الناس دي البوست بتاعتها متخلفه و و و و فانا هبدا اعمل اوبر. وعمل اوبر وبدا يخش للناس يقول لهم تعالوا انا عندي حاجه احسن. خد بالك من الحته دي بقى، اوبر واي بي ام بي او اي فكره من الافكار اللي غيرت مجرى البيزنس دي، الراجل بالظبط خد الناس اللي هو عارف يلاقيهم وعارف يوصل لهم بسهوله واداهم طريقه احسن، برودكت احسن، برودكت فيت مع الماركت ومع غيره احسن. فالناس ببساطه عملت السويتشنج ده او بداوا يعني يتغيروا من الطريقه اللي هم اصلا اوريدي ماشيين بيها للطريقه اللي هو بيفترضها. يعني مثلا احنا في اوريجامي هنا بنفترض ان الناس بدل ما تبقى انت معين تيم اتش ار كبير او تيم تسويق كبير لا ما تشغلش بالك، ولو انت عايز تعمل اوت سورسنج لده فتعال لنا. فده بالظبط السيجمنت اللي احنا شغالين عليه. احنا محددين المشكله وعارفين المشكله في الفلوس وفي 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 وفي، فبنبدا نروح ننزل نقول لهم طيب اعمل سويتشنج من الشكل اللي انت فيه للشكل اللي احنا بنفترضه ان احنا نمسك لك الحاجه دي نعمل لك فيها اوت سورسنج. فببساطه انا عارف الناس دلوقتي بتعمل ايه وايه اللي هيخليهم يتغيروا من ده لده. دي حته في منتهى الاهميه. ليه؟ معظم الافكار بتفشل بسبب رقم واحد واثنين. يعني في الناس بيقولوا كده، الناس بيقولوا كده، في ناس بيقولوا بسبب الفاينانشال بلاننج البور فاينانشال بلاننج او التخطيط المالي السيء، وتاني سبب او في شيء الناس كتير كده بتقول لك ده اول سبب اللي هو ابسنس اوف ماركت نيد. باشا فكرتك كويسه وجميله وعلى على الله على الورق، لكن وقت ما تتنفذ الناس مش هتغير من ده، مش هيسيبوا ان هو بيعملوه ويجوا لك، الموضوع مش مستاهل. الناس هتفضل تكمل في اليلو كاب، وانا طبعا مش قصدي على اليلو كاب او التاكسي الاصفر، لكن انا بكلم الناس هتفضل ماشيه بالطريقه اللي هم ماشيين بيها. ليه؟ لان الطريقه بتاعتهم السويتشنج من ده هيبقى صعب جدا. او فكرتك ما
ما بتديش الكومبيتيتيف ادفانتج او ميزه تنافسيه للحاجه اللي موجوده. الناس عربياتها مثلا لو انت بتفكر في حاجه لغسيل العربيات بشكل جديد, مش طب ما الناس بتروح لغسيل العربيات مش محتاجه الفكره كلها اللي انت هتعملها دي. طب مروان خلاص انا اتاكدت ان فكرتي يا عم مش موجوده, وبعدين اتاكدت يا عم ان الفكره بتاعتي لا ده الفكره اللي انا هعملها بالشكل اللي انا هعملها بيه ده, هخلي الناس اللي دلوقتي متعامله والسوق اللي انا شايفه والناس اللي انا عارفهم دول ازاي احوله من ده بشكل سهل ويجي يستخدم المنتج بتاعي. طيب مفيش اي حاجه, اللي انا هتكلم عليه دلوقتي ده انا هعمله فيديو مخصوص, هعمله فيديو مخصوص الا وهو الفاليديشن. يعني ايه فاليديشن؟ بالله عليك يا اخي قبل ما تبدا الفكره اتاكد ان مش بس في سوق ليها, اتاكد ان الناس اللي في السوق ده هيشتروا المنتج او الخدمه بتاعتك. اه حاضر يا مروان هعمل سيرفي. لا والله السيرفي ده ان شاء الله لما اعمل الفيديو, ودلوقتي الفيديو اصلا موجود, دور على الفيديو بتاع يعني استاذنا طبعا كلنا محمد حسام خضر, باشمهندس محمد حسام خضر مع حفظ الالقاب, وهو بيتكلم عن الماركت الفاليديشن ازاي تعمل ماركت فاليديشن. ان شاء الله احنا في اوجامي هنعمل برضه فيديو. الفيديو ده في منتهى الاهميه, او التوبيك ده في منتهى الاهميه. ليه؟ ان الناس بتفول ان لاف وذ هير ايديا, او الانتربرنور بيحب فكرته قوي فيبدا يشوف ان فكرته دي مش هتفشل ويشوف ان فكرته دي احسن فكره في الدنيا, فيبدا يخش فيصدم يا عيني بواقع مرير ان ببساطه ما فيش ماركت ديماند. الناس اللي انت افتكرته وحلمت واديتهم السيرفي في ايديهم وجاوبوا لك اه يا باشا احنا معاك وما تخافش وسعرك تحفه وبتاع, لما اكشولي بدات تعمل المنتج محدش جه يشتري منك. طب ليه؟ انت ما عملتش فاليديشن كويس. طب ازاي اعمل فاليديشن؟ زي ما قلت لكم ان شاء الله هيبقى فيه فيديو للموضوع, لكن ببساطه لو انت بتعمل فكره زي اللي انا بقول لك عليها, فكره ان انا مش عاجباني مثلا اللي اتعرض عليها من الفتره دي, الا وهي ان انا يبقى عندي كار ووش بيتغير مكانه بيتبدل, يعني عربيه فيها المنتجات والحد اللي جوه بيبدا تكلمه وتقول له انا عايز اغسل عربيتي وقف كذا, فيجي لك يغسل عربيتك ومحدد المناطق. الفكره انا ما حبيتهاش لما اتعرضت عليا, لكن لو انت صاحبها لما جه كلمني فيها قلت له طيب خلاص يعني ابدا فيها ومفيش مشكله, لكن لو سمحت قبل ما تبدا فيها قبل ما تعمل ابلكيشن وتعمل تصرف 30,000 مليون جنيه, لا ابدا يا عم اعمل بيج على فيسبوك باسم غير الاسم اللي انت هتبدا بيه, وابدا اعمل اوبريشنز كده واصرف لك 1000 ولا 2000 جنيه تسويق حاجه بسيطه, شوف الدنيا عامله ازاي. زي ما يعني عبقره الماليه بيقول لك دونت تست ذا ريفر وذ بوث اوف يور ليجز, او ما تختبرش الماء بكلتا قدميك, ما مش اول ما تشرح تنطح, لا ابدا اعمل فاليديشن عشان تاكد ان فكرتك كويسه وهي ماشيه. طيب حلو, احنا كده خلاص يا مروان مفيش مشكله, انا اتاكدت ان الفكره جديده ومش موجوده, وكمان اتاكدت ان في ماركت ليها وفي ديماند وعملت فاليديشن للفكره. ابدا في العادي انت بتبدا, لكن خليني اكد على حاجة مهمة جدا جدا جدا. واحد, الحاجة دي مقسمة لاثنين, يعني كنت المفروض اقول كده بس الحاجة دي مقسمة لاثنين. واحد, لا انا جبت اسم سيد باشمهندس محمد حسام خضر. خليني اقول لك ان بكرة باشمهندس محمد حسام خضر لو كلمني وقال لي مروان تعالى نفتح محمصة, انا هفتح محمصة. يعني ما بحبش المحمص وما فهمش حاجة في السوداني وما فهمش أي حاجة, لكن في تيم يخليك تفتح معاه وانت مغمض, حد تشاركه وتخش معاه في التيم وانت مش واخد بالك عادي. الراجل ده لو في ايه باللازم هنعرف ان شاء الله ننجح, لان الراجل ده عنده الصفات السلوكيه قبل التقنيه تخليه يعرف ينجح في اداره المشروع. انا وهو جايين مع بعض, انا وهو عندنا نفس الرؤيه, انا وهو عندنا نفس الدماغ, انا وهو متفاهمين, انا وهو رسمين فيجن أو, 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 او رؤيه للبيزنس بشكل في كومباتيبلتي وفي يعني زي مش تداخل زي توافق ما بيننا والدنيا ماشيه, وهو عنده من الصفات السلوكيه زي ما انا قلت لك قبل كده اللي يخليه يدير بيزنس ويتحمل ضغط. ليه؟ مايك تايسون قالها وخلينا نكوت الراجل العظيم ده, قال لك كل حد عنده خطه لغايه ما ياخد بنيه على وشه. الشراكه اللي احنا قاعدين على القهوه احنا بنتكلم وبنقسم كل حاجه وفرحانين غير لما يبدا البيزنس بعد شهرين ثلاثه ما يكونش فيه عملاء ونبدا صوتنا يعلى على بعض ونتخانق. الحته دي في منتهى الاهميه, فدي الحته اللي عايز اكد عليها. اول حاجه اللي هي حته اختيار التيم, الايديا اللي انت بتبدا تروح فيها. طيب ايه تاني حاجه؟ يعني اخويا والشيك الكفاح والسي او بتاع شركه كاليدسكوب, شركه في المجال بتاع التسويق, باشمهندس مؤمن الكلاني. انا فاكر مره انا بتكلم معاه قيمه 5 سنين كنت شغال معاه في شركه استشارات 2015, وبقول له يا مؤمن والله انا عندي فكره وبتاع بس انا خايف تتسرق, خايف تقول الفكره العبقريه بتاعتي. وطبعا كان لابسني العفريت اللي لبس ناس كتيره, قلت له الفكره بتاعتي بس انت عارف لو انا بس مش عايز اقول لحد حاجه عشان ما حدش يعرف. قال لي بقول لك يا مروان, وخبطني كوت انا عايز اعملها واش من على رقبتي, صاحب الفكره منفذها, صاحب الفكره منفذها. يعني ايه؟ يعني انا قلت لخلود, انا بقول لك ايه يا خلود تعالي كده واحنا في الشركه نحاول نخش المطبخ نعمل بدنجان باللحمه المفرومه بالبيض, دي فكرتي ومحدش سبقني ليها. قالت لي تمام, وانا ما عملتش حاجه وقعدت منتخ ودخلت نمت وصحيت ونزلت وشربت
ورحت وجيت، رحت كمان 3 ايام لقيت خلود عامله الفكره دي وبتبيعها. قلت لها دي سرقتي فكرتي. قالت لا ما سرقتش فكرتك، انا حطيت فلوس وحطيت جهد وعرفت اروح وعرفت اجي وعملت الفكره وطلعت منتج وبدات ابيعه. انت عملت ايه؟ جبت الفكره. انا صاحبه الفكره لان انا منفذتها. صاحب الفكره اللي يقدر ينفذها يا اخوانا، مش صاحب الفكره اللي جاب الفكره وقعد بيها. لان في كوت احنا كاتبينها والله في اوريجامي على الحيطه، العالم مش محتاج افكار جميله، الافكار الجميله موجوده على النت خلاص. العالم محتاج ناس دورز، ناس بتنزل تحفرت وتعمل منتج وتعمل خدمه وتبدا تتخانق على فكرتها وتبدا تحارب الدنيا على فكرتها. ده كانت فيديو من فيديوهات انا حابب اتكلم في الموضوع ده كتير. وانت بتختار فكره بيزنس تاني وتالت وعاشر، انا بفكر حضراتكم لو سمحتم ما تخش بيزنس غير لما يكون عندك ليه باشن او عندك ليه نو هاو. في الفيديو اللينك اللي انا قلت لك عليه في الاول، فكره دي حاجه في منتهى الاهميه. ما تنساش تعمل سبسكرايب لو الكونتنت عاجبك، لو سمحت اعمل له شير على البلاتفورمز المختلفه، اعمل فولو لينا على انستغرام واعمل فولو لينا على لينكد ان، وما تنساش طبعا اللايك على فيسبوك. شكرا واشوفكم دايما على الف خير.